أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار اللحظة اللي ما تتمناها، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والحوامل والعاملين بالقطاع الصحي وعامة أفراد المجتمع، مؤكدة أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاحه لسنين طويلة في جميع دول العالم. وتسعى الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين وخفض معدل المصابين وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث أن التطعيم يقي من الإصابة في هذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%. ويذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.